أهلا ومرحبا بكم على لقاء جديد من علوم الدار، ونبدأها بالعناوين الرئيسية لهذا المساء. رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس المكسيك تتضمن دعوة لحضور كوب 28. في اليوم العالمي لمهارات الشباب، فاطمة بنت مبارك تؤكد الإمارات لديها طاقات وعقول شابة نيرة تستند عليها لمواصلة مسيرتها التنموية المستدامة. أهلا بكم. بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى فخامة أندريس مانويل لوبيز أبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي نوفمبر المقبل. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مواصلة دبي ترسيخ مكانتها عاصمة رئيسة للاقتصاد العالمي. وقال سموه لدى اطلاعه على تقرير حول أبرز ملامح اقتصاد دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ما نشهده اليوم من إنجازات اقتصادية وما نطمح لتحقيقه في المستقبل هو ثمرة لمسيرة طويلة من التخطيط الاستراتيجي والعمل المؤسسي الفعال ومرونة الإجراءات وكفاءة التعامل مع المستجدات العالمية والتوجهات الجديدة في عالم المال والأعمال، وثقة كبريات المؤسسات الاستثمارية والشركات الدولية وأقطاب الأعمال. مضيفا سموه: مؤشرات أدائنا الاقتصادي في النصف الأول من عام 2023 فاقت التوقعات، ما يعزز ثقتنا وتفاؤلنا بتسجيل نتائج قياسية في الأشهر المقبلة، ما يبشر بانطلاقة جديدة في عام 2024 تلبي طموحاتنا في الوصول إلى بيئة الأعمال المثالية ومعدلات نمو اقتصادي قوية، بما يسرع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وأعرب سموه عن سعادته بالنتائج التي سجلها اقتصاد دبي في النصف الأول من العام الجاري، وقال: نفخر بما حققناه خلال الأشهر الماضية ونفخر بثقة العالم بنا. قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية واجب العزاء في وفاة المغفور لها آمنة سالم الفلاسي والدة سعادات منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. وعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان. أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات لديها طاقات هائلة وعقول شابة نيرة تستند عليها لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة المستدامة لوطننا الغالي. وأشادت سموها بكلمة صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، داعية سموها إلى تكاتف الجميع لترجمة توجهات الدولة بتمكين الشباب في مهارات المستقبل.
وقالت مؤشيخة فاطمة بنت مبارك: عمل الاتحاد النسائي العام بجهود مخلصة على ترجمة تلك التوجهات السامية، وحرص على تأهيل ابنة الإمارات واستثمار قدراتها ومهاراتها لخدمة وطنها ومجتمعها. وأدرك الاتحاد النسائي العام مبكرا أهمية تمكين المرأة في المجال التقني لابتكار أفكار ومبادرات من شأنها تمهيد الطريق أمام بنات الإمارات لمواكبة الجديد وتسخيره لخدمة الوطن. عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع كوريا الجنوبية في ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والتي أسفرت عن مقتل أشخاص وإصابة آخرين. وعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها الصديق وإلى أهالي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. يشكل الاحتيال الإلكتروني أحد أوجه الجرائم المستحدثة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وأصبحت تهدد أفراد المجتمع خاصة بعد تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال شبكة الإنترنت واعتماد الناس على الخدمات عبر الإنترنت مثل التسوق والخدمات المصرفية. الاحتيال الإلكتروني جريمة متغيرة تتطور أساليبها بشكل مستمر، ووقوع الأفراد ضحية لها يأتي نتيجة عدم الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل ومواقع الإنترنت والدخول إلى مواقع غير آمنة وعدم التأكد من الجهة المتعامل معها، وهو ما يترتب عليه ضياع أموال الناس باستخدام الطرق الاحتيالية وتهديد التنمية الاقتصادية للأفراد والمجتمعات والدول بسبب الخسائر الفادحة التي يتعرض لها ضحايا هذه الجريمة وصعوبة الملاحقة واسترداد الأموال. دائرة القضاء أبوظبي حددت 9 أساليب للاحتيال الإلكتروني، شملت مواقع التسوق المزيفة، انتحال صفة موظف رسمي، عروض المكاتب الوهمية للعمالة المساعدة، رسائل شركات الشحن المزيفة، عروض الزواج الوهمية، الاحتيال العقاري بعرض عقارات منخفضة القيمة مقارنة بالسوق لإغراء الضحية بسرعة الدفع، إيهام الأشخاص بالفوز بجوائز مالية أو عينية، طلب البيانات البنكية لتحويل الجائزة المالية أو دفع مبالغ للحصول على الجائزة العينية، مشيرة إلى وجود 3 أسباب لوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال الإلكتروني. المشرع الإماراتي سن مجموعة قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه استخدام وسائل تقنية المعلومات في الجانب السيء، والتوعية بالجرائم الإلكترونية تعتبر تحدياً عالمياً في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا في كافة مجالات الحياة، ما يستدعي نشر الوعي الأمني للحذر واتخاذ إجراءات الحماية من عمليات النصب والاحتيال والابتزاز بكافة أشكاله. لذلك أطلقت الجهات المعنية في الدولة حملات ومبادرات عديدة لتوعية أفراد المجتمع بالسلامة الإلكترونية لغرض توفير بيئة إلكترونية آمنة لجميع مستخدمي الإنترنت، من أبرزها حملة حماية رقمية مجتمع آمن التوعوية التي أطلقها مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء مسؤولية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا وسبل الوقاية من الوقوع في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. ملتقى السمالية الصيفي يواصل أنشطته التراثية والتعليمية. تسامح، تسامح واجب. نحن بشر، كلنا أخوان، كلنا أخوان. هدية للإنسانية، رسالة سماوية، ومنهج للبشرية. كلمة رسخناها بالأفعال، حققنا بها ما هو محال. التسامح هو قصة دولة ومنهج قائد، والسلام واختصار للكلام. تابعنا على منصتنا الجديدة تسامح، وكن جزءا من حكايتنا. التسامح لغتنا. السلك الكهربائي المكشوف يشكل خطرا عليك وعلى من حولك، فلا تلمسه، وتجنب إدخال أي أداة معدنية في مقبس الكهرباء. طاقة آمنة، منزل آمن، دائرة الطاقة. منذ البدايات أبدع الإنسان، فورث كنوزاً تناقلتها الأجيال، وأمسى إبداعه شاهداً على عصور امتزجت روحها بأزمنة متباعدة لتصبح من النوادر. نوادر، الأربعاء 10 مساءً على قناة الإمارات. ثم من جديد، علوم الدار متواصلة، وكان أبرز عناوينها لهذا المساء. رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس المكسيك تتضمن دعوة لحضور COP28. والتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدينا متابعة علوم الدار عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. والآن جولة للأخبار من كل دار، توردها لكم مختصرة شمسة المرزوقي. شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في تجربة علمية هدفت إلى دراسة أنماط النوم لرواد الفضاء في بيئة الجاذبية الصغرى، وذلك أثناء وجوده على متن محطة الفضاء الدولية. وتستخدم التجربة جهازاً يوضع على الرأس لالتقاط مجموعة من البيانات المتعلقة بالنوم، ومن المقرر الاحتفاظ بنتائج هذه التجربة على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك لاستمرار جمع بيانات حول النوم وعلم الأعصاب في الفضاء من قبل المجتمع العلمي. كشف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عن الدفعة الثامنة من سلسلة البيانات العلمية عن الغلاف الجوي للمريخ، والتي توفر تطورات مهمة تعزز فهمنا لطقس الكوكب الأحمر، وتضاف أحدث مجموعة من البيانات إلى الرؤى الحاسمة لمجموعات البيانات التي أصدرت سابقاً حول الانتقال بين مواسم المريخ من خلال تغطية نهاية موسم العواصف الترابية على الكوكب مع دخول عام جديد خلال الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الشمالي. نفذ مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز أكثر من 15 ندوة تعريفية استهدفت التعريف بماهية الجائزة وشرح الإطار العام لها وأهم الأدوار التي تقدمها الجائزة لرفع القدرات التنافسية لشركات القطاع الخاص ومؤسساتها في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عامة ولجميع المشاركين من الخارج. كما نفذ برنامج الجائزة أكثر من 10 ورش عمل تخصصية للمشاركين في الجائزة، ووصل عددهم إلى ما يزيد على 120 مؤسسة وشركة، ومن المقرر غلق باب المشاركة نهاية يوليو الجاري.
ينطلق غدا الاثنين الأسبوع الثالث من ملتقى السمالية الصيفي في نسخته 31 بمشاركة الطلبة والطالبات المنتسبين إلى مراكز النادي. وكانت فعاليات الأسبوع الثاني من الملتقى قد شهدت العديد من الأنشطة التراثية والتعليمية. ويأتي ملتقى السمالية الصيفي 2023 في إطار جهود نادي تراث الإمارات في نشر الموروث الشعبي وتعريف الأبناء بتراث الآباء والأجداد وكيفية المحافظة على الهوية الوطنية. رسخت الإمارات مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة وتصدرت إقليميا وحلت في مرتبة متقدمة ضمن أكبر دول العالم استثمارا في مشاريع الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة. الزميل علي النعماني يسرد لنا استثمارات الإمارات في الطاقة النظيفة محليا وعالميا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. لدولة الإمارات مكانتها الرائدة إقليميا ودوليا في مجال الطاقة المتجددة، وهي من أكبر الدول استثمارا في هذا المجال، حيث تهدف دولة الإمارات إلى استثمار 600 مليار درهم بحلول عام 2050 لتزايد الطلب على الطاقة ولدفع النمو المستدام لاقتصاد الدولة. ففي عام 2022 تم إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاوات في أنحاء العالم بحلول عام 2035. كما عززت دولة الإمارات نشر حلول الطاقة المتجددة واستخدامها في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16 مليارا و800 مليون دولار. ويمتلك صندوق أبو ظبي للتنمية سجلا حافلا في مجال دعم قطاع الطاقة المتجددة، حيث أسهمت جهوده في تمويل أكثر من 75 مشروعا استراتيجيا في العديد من دول العالم بقيمة تمويلات تجاوزت 4 مليارات درهم. يبلغ عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في دولة الإمارات المنجزة والجاري إنجازها يبلغ 11 مشروعاً بقيمة 159 مليار درهم، وذلك مع نهاية عام 2022. وتعد شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر اليوم تعد واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، حيث تنشط حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في 6 قارات. وتستثمر الشركة في مشاريع في العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار. وسيشكل مشاهدين الكرام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات من 30 من نوفمبر وحتى 12 من ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، سيشكل خطوة نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة. ونرى مشاهدينا الكرام جهودا إماراتية كبيرة وسباقة في مجال العمل المناخي، كون دولة الإمارات الدولة المستضيفة للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، وباعتبارها أيضا أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس، وأول دولة تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. ويمتلك صندوق أبو ظبي للتنمية سجلا حافلا في مجال دعم قطاع الطاقة المتجددة، حيث يسهم الصندوق في دعم جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية. مسيرة الصندوق في 51 عاما من التنمية المستدامة في التقرير التالي. مول الصندوق أبو ظبي للتنمية العديد من المشاريع الاستراتيجية ضمن قطاعات حيوية تدعم الأهداف والبرامج التنموية ذات الأولوية التي تتطلع لتحقيقها حكومات الدول النامية. ويحرص صندوق أبو ظبي للتنمية على عقد شراكات مستدامة، لذا فإنه عمل وبالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من المنظمات العالمية والمؤسسات الوطنية على تعزيز الجهود المشتركة لتسريع وتيرة العمل المناخي والاستفادة من الفرص التنموية والاستثمارية المتاحة والخبرات والمعارف والحلول البيئية المبتكرة، بما يسهم في دفع أجندة الاستدامة العالمية قدماً وتحويل الخطط إلى مشاريع مستدامة تعود بالفائدة على أجيال الحاضر والمستقبل. ولتعزيز الانتقال نحو استدامة الطاقة المتجددة
تم إطلاق المبادرة في عام 2013 بقيمة بلغت 350 مليون دولار، حيث مول الصندوق ضمن المبادرة 26 مشروعاً استفادت منها 21 دولة نامية، وبلغت الطاقة الإنتاجية 265 ميغاوات. كما ساهمت المبادرة في توفير ما يقارب 88 ألف فرصة عمل، وبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 4,500,000 مليون نسمة. كما مول الصندوق في عام 2013 مشاريع في الطاقة المتجددة ضمن المبادرة بقيمة 50 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 11 مشروعاً وبلغ إجمالي الطاقة المنتجة 6 ميغاوات، وساهمت المشاريع في تحقيق 3,700,000 مليون دولار من تكاليف استيراد الوقود، فيما بلغ حجم انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 8,447 طناً سنوياً. وفي عام 2017 ساهم صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل مشاريع استراتيجية في دول البحر الكاريبي تدعم قطاع الطاقة المتجددة بقيمة بلغت 50 مليون دولار، استفادت منها 16 جزيرة بسعة 9.43 ميغاوات من إجمالي الطاقة المنتجة. مسيرة 51 عاماً من التنمية المستدامة حققت إنجازات تنموية رائدة تدعم انتشار مشاريع الطاقة المتجددة عالمياً. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في الاقتصاد. الإمارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي. في الأعصاب كما يراها العلم، لكن منظور الحياة مختلف، فكل نبضة قلب هي ذكرى عزيزة تمتلكنا فيها أحاسيس نعجز عن وصفها، غمرتنا بالسعادة وشعور بالعرفان لأياد أمينة أحيت فينا الأمل. أتتنا فرصة ثانية لنفتح أعيننا على بداية جديدة، وهذا ما يجعل القلب ينبض. عمر جديد، الليلة 9:30 مساء على قناة الإمارات. إن المصابيح الكهربائية تكون ساخنة حينما تكون مضاءة فلا تلمسوها، واحذروا لمس الأجهزة وأيديكم مبللة، حيث إن الماء موصل جيد للتيار الكهربائي، ولا تلعبوا بجانب الأسلاك الكهربائية. طاقة آمنة، منزل آمن، دائرة الطاقة. مجدداً في نشرتكم علوم التر. استطاعت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها في السنوات القليلة الماضية ضمن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي. المزيد في هذا التقرير.
وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي، حلت دولة الإمارات ضمن قائمة أول 10 دول وتحديداً في المرتبة 7 عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي وفقاً لتعادل القوة الشرائية بالأسعار الجارية للدولار الدولي، إذ تشير البيانات التي صدرت مطلع شهر يوليو الحالي إلى ارتفاع نصيب الفرد في دولة الإمارات من إجمالي الدخل القومي وفقاً لتعادل القوة الشرائية إلى 87,300 دولار دولي من مستواه السابق عند 76,000 دولار دولي تقريباً. ويعتبر الدولار الدولي وحدة افتراضية تستخدم للتخلص من فروق القوة الشرائية عند مقارنة الاقتصادات، وله نفس القوة الشرائية للدولار الأمريكي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استطاعت الإمارات ترسيخ مكانتها في السنوات القليلة الماضية ضمن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وفقاً لمنهجية أطلس بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي أيضاً. ويوزع البنك الدولي اقتصادات العالم على 4 مجموعات بحسب الدخل وفقاً لطريقة أو منهجية أطلس، إذ تنقسم المجموعات إلى منخفضة ومتوسطة منخفضة ومتوسطة عليا ومرتفعة، ويتم تحديث التصنيفات كل عام في بداية شهر يوليو بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للسنة التقويمية السابقة. ففي دولة الإمارات على سبيل المثال، ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي إلى 48,950 درهم في عام 2022، ليتخطى مستواه ما قبل الجائحة في عام 2021. وتشير البيانات إلى اختلاف حدود التصنيف الجديدة لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام أطلس لعام 2022 عن عام 2021، حيث حدد التصنيف الأخير الدول ذات الدخل المنخفض بأقل من 1135 دولار والمتوسط الأدنى بين 1136 و 4465 دولار والمتوسط الأعلى بين 4466 و 13845 دولار، في حين زادت ذات الدخل المرتفع عن مستوى 13,845 دولار. بدورها تتغير التصنيفات وفقاً لموقع البنك الدولي بناءً على عدة عوامل، أبرزها النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في أطلس، إضافة إلى التغيرات الهادفة للحفاظ على حدود الدخل الثابتة بالقيمة الحقيقية. ومع استدامة الانتعاش الاقتصادي في دولة الإمارات، يتوقع الخبراء المزيد من الارتفاعات في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي للبلاد. مشاهدينا الكرام، علوم الدار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.